ايوا انتوما انا تشدوني على وصلت 6 خليوني نور رابط الحرام اش تسوى ايوا انا ما نوريك اشنا هي بنت البات انا هيا فيك بلاتي بلاتي ما تلقوني لا تلقوني تلقوني لا تلقوني تلقوني لا صافي مالكي تسكتي مالكي تقداوليك ويليك ما تخلعتي ياك شتوي ويلي مالكم قعدتوا بلاصتكم الله يعطيك الصحه بنتي مينا ياك ما بغيتي تكملي لي داكشي اللي خلات فيا اختك العام اللي فات ابسط راه هي اللي جلست لي بلاصه هذيك الهيله راه مالها ابسط كاتبه فيها سميتها باقي ما بغيتي تحشمي انت ياك والله لا بقات فيا ها انت استاذ شتا كتهدد فيا قدام كاستاذ كاع محشمات كون كنتي تحشمي كنت لي بلاصتي يا ميتة اللي قلب انت اللي ما عندك النفس يا وينا واش هذا قسم ولا حمام اللي قاعد تدبزوا لي انا على البلايص نوضي انت خرجي عليا في حالات كلها تجيش عندي الا ما جبتي والديتي انا استاذ انت نوضي جمعي ادواتك وخرجي عليا وهي هي دابا انت بتغرني اش نديروا لها شنو استاذ راه درت والو راه هي اللي جلست لي بلاصتي كاع هادشي ما درتي والو خرجي عليا مالي ليه علاش واقفين شدوا بلايصكم وريحوا اللي سمع سميتو يقول حاضر اسامه اش هاد الكنيه هادي الله يا اختي نعيله الله اش بينك وبينها وعرفتها خي بلا الصوت اش داك جبتيها كاع انت قالت لك نوضي لها بلاصتها نوضي ويلي علاه مالها بتخلعني انتوما غادي نفرجكم فيها انا منك بعدا مع بات صوني 6 بيت لقيني تنجري لدارنا والله الا راه ما تكتي عليا يا اختي نعيله واني قلتها لك راه داك العام كنت حاضره لواحد الندابزه ديالها في السبور كنا لاعبين الباسكيت وهي تخلط يا اختي ثلاثه ديال البنات دقه وحده كنتي حاضره يا اختي كنزه عقلت يا اختي سهام بالاماره فاش كانت خشات هذيك ايمان راهي اللي قاعده تماك في الشبكه ديال الباسكيت وخلاتها هكاك تماك معلقه حتى عاد ما قدريش بدا جينا حتى نقولها العرض الله يمين خلي البنت تهبط قالت لنا تما غادي تبقى معلقه حتى يجي المدير حتى جا المدير وجاو شي وحدين جابوا شي سلامه ضبطها من تماك والله العظيم لا لا واه حتى انت زدتي فيه والله الا كان دوي معاك بصح الا بحال شتا قدام عيني ايوا باص لك يا اختي حنا بينا لك غير الخير كنزه الترف حاضره اعتمال المهل حاضر لطيفه الشو حاضره حمد الاحمر حمد الاحمر ما كانش حمد الاحمر ما كانش استاذ يونس المتوهج حاضر نايله شاكوش حاضره خديجه الصفر حاضره حنان الزغبة حاضرة عمر الهيماري ولا ما عرفت الحماري ولا ما تاش الهيماري يا استاذ الهيماري يا هاديك بحال الحماري المهم عزيز المفندل قول صاحبي حاضر حاضر يا استاذ